بصمة البصمة. العملية كلها بدات بواحد الفكرة اللي ديجا تنفذت كيف قلت في الندوة الصحفية في إيطاليا وفي الجزائر، واللي كانت هي أجي نشوفوا ملعب قرب لكرة السلة اللي محتاج يتصلح ونعاودوا نقادوا ونأهلوه بموارد رياضية باش الأطفال يلعبوا. حنا من محاسن الصدف أننا لقينا فريق نسوي ديال الوليدات هنايا كيلعب، فقلنا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة ومن الواجب علينا حنايا كمنتجين ولا حتى شركة هاتسو مروكو كفاعل تجاري ورياضي في البلاد، اجي نتعاونوا مع هاد الناس. فشفنا الملعب، قومنا العملية شنو خصنا نديرو، اصلاح الارضية اللي خصو يدار، نوعية الطلاء اللي خصها الدار، حتى اختيار الالوان تختار بعناية باش حتى اللاعبات ما المنظر ديالهم ما يكون مرتاح. وشفنا المعدات اللي مازال ناقصة وبدات العمل، وفي 3 ايام قدرنا نأهلوا هذا الملعب هذا احنا فيه والحمد لله. كساسوا انا كمنتج منفذ ولا هاتسون مروكو كمنتج فعلي وشريك رياضي، كاين عزم على اننا نمشيو مازال في هذا الباب هذا. هذه المبادره اللي قامت بها الشركه اللي هي كانت دارت معنا هذه الشراكه هذه هي بادره حسنه ومزيانه للمنطقه، لان المنطقه ديالنا كتفتقد مثل هذه الملاعب هذه. هذا فخر كبير للجمعيه والمنطقة في حد ذاتها، والحمد لله هذه بادرة حسنة وراه أبناء المنطقة كيفتخروا بهذا العمل هذا، لأنه عمل ماشي للجمعية، بالعكس هو الأبناء المنطقة اللي هما اللي كيستافدوا بدورهم بهذا الملعب هذا مجانا، خصوصا هذا الملعب هذا بالمجان، لأنه ما عمر شي واحد خلص فيه شي سنتيم، وحنا دائما ساهرين عليه مسيجينو ودير لي ناس اللي كتفتح الابواب وكتسدها في التوقيت، واللي جا كيستافد من هذا الملعب هذا وحنا مجانيا.